السلام عليكم. أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة مالية لليمن بقيمة 50 مليون دولار، والهدف المباشر لهذه المنحة حسب ما هو معلن هو مساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا من الأزمة الحالية باليمن. البنك الدولي كان قد أوقف عملياته في اليمن لأكثر من عام كامل، لكنه ساهم بحسب خبراء إلى جانب مؤسسات دولية أخرى في فرض ما تسمى بالهدنة الاقتصادية. هذه الهدنة أوجدت وضعا شاذا في اليمن، إذ بقي البنك المركزي تحت هيمنة الانقلابيين على الرغم من الادعاءات حول حيادية البنك وحيادية السياسة النقدية وسلطة الإشراف على المالية العامة. ووفقا لبيانه قال البنك إن منحته المالية تأتي ضمن استراتيجية جديدة له بشأن اليمن تركز على تعزيز قدرة البلد على الصمود من خلال الحفاظ على قدرته الوطنية على تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي بعد انتهاء الأزمة. غلب على بيان البنك الدولي الصبغة الإنشائية التي تجاهلت إلى حد كبير الظروف الصعبة على الأرض، والتي لن يتمكن معها حتى الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة من العمل بمستويات أدائهما السابقين بسبب الحرب المستعرة في البلاد. في حين أحدث بيان البنك الدولي جدلاً حول ما أسماه العمل مع الشركاء على الأرض، والذي فهم منه أنه يكرس في جانب منه سلطة الميليشيا، خصوصاً وأن البنك لم يشر في بيانه إلى دور الحكومة الشرعية. حول المنحة المالية للبنك الدولي ومصداقية المؤسسات المالية الدولية حيال الأزمة المتفاقمة في اليمن، سنكرس هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. العمل مع الشركاء على الأرض هي الاستراتيجية التي اعتمدها البنك الدولي تجاه اليمن خلال الفترة القادمة إثر إقراره مساعدة مالية بقيمة 50 مليون دولار في إطار ما أسماه مشروع الاستجابة الطارئة. إعلان البنك الدولي تقديم المساعدة المالية لليمن جاء في معزل عن أي شراكة مع الحكومة الشرعية حتى على مستوى البيانات الصحفية، ما يعزز من الاعتقاد بأن المؤسسات الدولية ماضية في سياسة تكريس الهدنة الاقتصادية التي تعيق المضي في عملية استعادة الدولة لسلطاتها النقدية وبقاء الصلاحية السيادية على قطاع الاقتصاد والخدمات تحت نفوذ الميليشيا الانقلابية. البيان الصادر عن البنك الدولي أفاد أن الآلية الجديدة للبنك في اليمن خلال 24 شهرا القادمة ستعتمد على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لأثار الأزمات وأسبابها والعمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين. سيتوجه جزء من الدعم المقدم في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات إلى كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة دون توفر اليقين بشأن قدرة هذين الصندوقين على العمل الميداني في ظل الحرب الأهلية التي أشعلها الإنقلابيون. يأتي ذلك فيما من المقرر أن تسلك هذه المساعدة طريقاً طويلاً للوصول إلى أهدافه المباشرة في اليمن، فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الهيكل البيروقراطي الضخم سيكون أحد الوسطاء بين اليمنيين ومنحة البنك الدولي، ما يعني أن المساعدة كهذه سوف تتوزع على طابور طويل من الخبراء والوسطاء، ما يقلل من تأثيرها على الأرض ويفاقم من تداعياتها السياسية على مصداقية المؤسسات الدولية التي تحاول أن تتجنب الإقرار بكارثية قرارها بشأن الهدنة الاقتصادية في اليمن التي حيدت السلطة الشرعية وحالت دون قيامها بدورها في استغلال موارد الدولة وأوقفت النشاط التصديري لسلعتي النفط والغاز وحرمت الحكومة من أهم مورد مالي. تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في اليمن جراء الانقلاب في وقت يواجه فيه البنك المركزي أزمة حقيقية ناجمة عن عدم توفر السيولة اللازمة لصرف المرتبات وعجزه عن طباعة عملة جديدة بسبب غياب التغطية. أزمة تتكرس مولدة أحد أهم المخاطر المحدقة باليمنيين والتي لا يمكن أن يقلل من تأثيرها هذا النوع من المنح المالية الدعائية للبنك الدولي والمؤسسات النقدية الدولية. إذن مشاهدينا، بداية أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور محمد الفقيه، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور. دكتور، إذا يعني قبل ما ندخل في خصوصية هذه المنحة المقدرة ب 50 مليون دولار من البنك الدولي، حدثنا أكثر عن تقييمك لأداء المؤسسات المالية الدولية وتعاملها مع الأزمة اليمنية بشكل عام. مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع السادة المشاهدين، ونشكركم على هذه الاستضافة. في الحقيقة في البداية للحديث حول المؤسسات الدولية والمؤسسات الدولية للتنمية تحت إطار البنك الدولي أو تحت إطار المنظمات الإنسانية أو المنظمات الدولية العاملة في الساحة الدولية أو في الشرق الأوسط أو الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث، نتحدث أنها تعيش
تعمل تحت ثلاثة أطر رئيسية. الإطار الأول هي تعمل تحت إطار دول مستقرة ثم دول غير مستقرة ثم دول شبه مستقرة. البنك الدولي طبعا في اليمن موجود منذ أكثر من ثلاثة عقود، يعني سواء كانت البلد مستقرة أو غير مستقرة، لكن هو أعلن المنظمات الدولية بشكل كامل أعلنت مغادرة اليمن في بداية الأزمة قبل حوالي عام ونصف تقريبا. طبعا طبعا البنك الدولي هي كمؤسسة دولية تعمل في الكثير من الدول العربية، خاصة الدول الفقيرة كالعراق، سوريا، اليمن ومصر، وهي تبحث عن هذه الدول بشكل أو بآخر، سواء في كجانب نظرية اقتصادية أو كجانب شيء متعلق في الجانب السياسي. البنك الدولي غادر اليمن مع أنشطته وأنشطة منظمة اليونيسيف والصحة العالمية، غادروا اليمن في بداية الأزمة. لا يوجد الآن ضمانات في اليمن كيف على البنك الدولي تحتها، ونحن نعرف أن اليمن تعتمد ربما 70% من مشاريع اليمن تعتمد على شغل المنظمة يعني البنك الدولي، التمويل الخارجي، المنح الخارجية. هناك إطارين رئيسيين وعملين رئيسيين للبنك الدولي، ثلاثة فروع رئيسية للبنك الدولي. الفرع الأول هو أنه هناك ما يسمى بالمنح الخاصة من البنك الدولي المقدمة من البنك الدولي كالدول المانحة، وكان مشارك فيها البنك الدولي بالإضافة إلى الدول المانحة لليمن منذ عقود. الإطار الثاني البنك الدولي يعمل تحت إطار القروض، وهو نعرف أنه القروض تقدم ليس لليمن فقط، تقدم لدول كثيرة خاصة دول العالم الثالث، طبعا قروض بفوائد، وهذه هي طبعا إشكالية كبيرة سواء لنا أو لأجيالنا القادمة القادمة. ثم الإطار الثالث وهي إطار المشاركة أو إطار الدعم الفني يعني والاستشارات وإلى آخره. البنك الدولي طبعا كما قلنا اليوم قدم البنك الدولي منحة ب50 مليون دولار لمدة 24 شهر، سيتم تنفيذها خلال 24 شهر. هذه تأتي تحت بند المنحة. نعم المنحة هي منحة التي قدمها. طبعا انا طبعا متفاجئ انا بالزخم الاعلامي، هو المبلغ طبعا ليس كثيرا، المبلغ مقسم الى سنتين يعني 25 مليون خلال سنتين. خلال سنه ليس كثيرا. البنك الدولي لديه مشاريع ب 700 مليون دولار في اليمن، لديه تعهد البنك الدولي قبل فتره ب 400 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع وسنذكرها لاحقا، لديه مجموعة من المشاريع ينفذها البنك الدولي سواء عبر شراكات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية أو على المؤسسات الأخرى. طيب هذا المبلغ 50 مليون دولار، هل سيستفيد منه من تضرروا من هذه الحرب أم أن هذه خطط بالفعل كانت موجودة من السابق؟ هو إلى الآن لا يوجد، يعني هو البنك الدولي لديه خطط موجودة من السابق حتى في دول المانحة سواء حتى على مستوى القروض تنفيذ المشاريع، لكن هذه هي كما تسمى منحة عاجلة. أنا دعني أدخل في الإطار السياسي قليلا لأنه بكل تأكيد له ارتباط طبعا، لأنه الاستقرار دائما الاستقرار السياسي يخلق استقرار اقتصادي واستقرار بناء. انا اولا اقرا من خلال اعلان البنك الدولي، طبعا هي لم تقدم ولم يعني حتى اللحظه لم تقدم وانما كان اعلان. المواطن اليمني يثق في الصندوق الاجتماعي للتنميه لانه هناك خدمات ملموسه من الصندوق الاجتماعي للتنميه. لكن الذي اريد ان اقوله انه انا اعتقد انه هذه المنحه المقدمه اللي هي 25 مليون او 50 مليون لمده 24 شهرا هي ستخدم ما يقارب 60,000 اسره يمنيه موزعه طبعا على مليون يوم عمل سنويا. انا اتحدث هنا انه هناك ربما كصندوق النقد الدولي، كمنظمه اليونيسيف، كمنظمه الصحه العالميه، اليونسكو، هذه المنظمات دائما مرتبطة بأجندة دولية أو بقرار دولي أو بميزان دولي. هنا أنا أقرأ في بكوني أدخل في الجانب التحليل السياسي لأنه ربما أحيانا لا تتوفر، هناك قاعدة في العلاقة الدولية تقول أنه إذا توفرت المعلومة انتهى التحليل. أنا أقول أنه هناك انفراج سياسي للأزمة اليمنية، يعني هذا مؤشر. أنا هذا مؤشر لماذا؟ لأنه أنا عندما دخلت إلى موقع البنك الدولي يقول بالحرف أنه هذه المنحة التي قدمها لليمن
للتصدي لي 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 أو لمعالجة آثار الأزمة اليمنية، وأيضا من ضمنها إعادة الإعمار. هل يعقل أن البنك الدولي سيشارك بخمسين مليون دولار لإعادة إعمار؟ هذه لا تساوي حتى مقدار زفلت في افتتاح شارع، يعني مبلغ بسيط جدا. طيب جدا. طيب البنك الدولي يلمح لإعادة إعمار اليمن، للدخول في مناقصات إعادة الإعمار. نعم. إذن هناك اتفاق سياسي قادم. طيب. طيب لإثراء هذه النقطة دعنا أو ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الكريم العواضي من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال في بالأستاذ عبد الكريم. طيب كنا نتحدث عن أن هذا المبلغ يعني هو غير كافي لشيء، خاصة أنه خلال سنتين. طيب إذا ما هو الهدف الاستراتيجي؟ والبنك الدولي في بيانه يتحدث عن استراتيجيات جديدة للبنك بشأن اليمن التي تبنى على هذا المبلغ. ربما أنا دائما أعتمد في كلامي وخطابي تحليلاتي دائما على الشفافية، وربما الكثير لم يعجبهم ما سأقول، لكن أنا أقول إنه هناك انفراج سياسي قادم لليمن. هذه المنظمات الدولية التي تعلن هذا الإعلان أنه هناك منحة بخمسين مليون دولار مقدمة لإعادة إعمار اليمن، هناك تلويح بإعادة الإعمار اليمن بتغطية أثر الأزمة الموجودة لليمن، معنى أنه نحن أمام انفراج سياسي سيخلق الانفراج السياسي سيخلق إعادة إعمار للبنية التحتية، وسيكون البنك الدولي مشارك فيها بشكل طيب كبير. يعود إلينا الدكتور الخبير الاقتصادي عبد الكريم العواضي. دكتور مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور. اهلا بك استاذ عبد الكريم. يعني ما هو تقييمك لما اعلن عنه البنك الدولي انه استراتيجيه ماليه ينتجها نحو اليمن خلال الفتره القادمه اثر قراره بالمنحه الماليه المقدره ب 50 مليون دولار؟ اولا المبلغ بسيط. الو نعم معك دكتور. معك أستاذ عبد الكريم. نعم المبلغ بسيط، ولا يشك المبلغ ذلك الفارق الكبير بالنسبه للاقتصاد اليمني. البنك الدولي اذا اراد مساعده اليمن هناك اشياء اخرى يستطيع ان يسهلها على اليمن، مثل رفع التصنيف الائتماني لليمن، سمح لليمن بالاقتراض اكثر، وانما هذا المبلغ هو عباره عن در الرماد في العيون. ثلاث صفات دولة تبنيها بضعة ملايين من الدولارات. نعم. طيب إذا ما الذي يفهم من هذه الخطوة إذا؟ هي فقط عبارة عن 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 فقط عبارة عن مهدئات أو مسكنات. طيب إذا ما تحدثنا أكثر عن يعني رأيك أو متابعتك للاستراتيجية الدولية للمؤسسات الدولية الاستراتيجية حول اليمن وتعاملها في الملف الاقتصادي اليمني، هل أعطيتنا أكثر تقييمك لها، خاصة ما لمسته خلال فترة الحرب وفترة الانقلاب الذي قام به الحوثيون؟ دعني أتكلم على تاريخ دعم المنظمات الدولية لليمن. الدعم الذي يقدم لليمن ليس بالدعم الكبير مقارنه بالدعم المقدم للعقاب الحديث. بالنسبه للدعم المقدم الان هي عباره عن دعم مالي للحوثيين بشكل او باخر المقدم لليمن، دعم العمله لعمليه استقرار العمله نوعا ما، واحيانا الموارد الغذائيه تدخل لليمن ويتم تسليمها للميليشيات لبيعها. الدعم الذي يتكلمون عنه هو قليل جدا اذا ما قررناه بدوله مثل اثيوبيا. استمر عليهم البنك الدولي باكثر من 5 مليار دولار فقط في بناء سد لتغطيه نفقات الكهرباء. نعم دكتور. طيب الان هناك سياسه ماليه يعني تسلكها المؤسسات الماليه متعلقه باليمن، هناك من يتحدث عما يسمى بالهدنه الاقتصاديه، حدثنا عن تقييمك لهذا الموضوع. المنظمات الدوليه هي مسيسه اكثر من انها تعمل بشكل مركزي. المبلغ المطروح لليمن واصدقاء المانحين لليمن كلما اجتمعوا لن يقوموا بانفاق اي شيء لليمن. الدعم الكبير هو دعم خليجي، دعم سعودي بالاساس.
فدعونا نتكلم مثل المعلقين الان من المنظمات الدوليه التي لا يقدمون شيء. يعني انا عملت في برنامج الامم المتحده لمساعده حوالي 600,000 اسره يمنيه من 2014 الى الان لم ينفذ. رغم ان المانحين وعلى راسهم اليابان دفعوا الميزانيه ولم ينفذ الى الان. البيروقراطيه الموجوده في منظمات الامم المتحده تدع قراراتهم تاخذ سنوات. لم يتم الاعلان عنها في شهور او اسابيع لانها تاخذ فترات طويله يتم تنفيذها. طيب إذا ما عدنا لهذه الخطوة التي قام بها البنك الدولي، هذه ال50 مليون دولار التي قلت أنها لا يعني لن تكفي لعمل شيء، ما الذي يهدف منها البنك الدولي أو فيما في بيانه الذي أعلن عنه فيما يعني سيستخدمها بداخل اليمن؟ أعتقد أنه سوف يتم إرسال مواد غذائية لليمن وسوف تسلم للميليشيات والميليشيات تقوم ببيعها في السوق وتحصل النقود وتمويل الحرب. يجب ان تسلم للحكومه الشرعيه. طالما يتنفذ في اماكن التي تصدر عن الميليشيات سوف يذهب بها الميليشيات. طيب هناك من يتحدث على يعني البيان تحدث عن شراكه مع او عمل مع الشركاء على الارض، من يقصد؟ يعني من المستحيل ان يقوم او ان تقوم مؤسسه ماليه بالحديث مباشره او التعامل مباشره مع سلطه انقلابيه، هناك لربما اطراف يتحدث البعض قد ربما يعني يساهم في تخفيف الضرر على هذا الشعب او الضرر الواقع على هذا الشعب اثر هذه الحرب والانقلاب. اتوقع انهم سوف يقومون بالتعامل مع بعض المنظمات المجتمع المدني التي لديها علاقه مباشره مع الانقلابيين. والقول بان المبلغ يتم دفعه للشركاء في اليمن والمنظمات دعمها على ارض الواقع. نعم. طيب هناك الكثير مما يتحدث على وجود ضغوط دوليه على الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، هل هذه الضغوط حقيقية إن صح التعبير؟ أم أنها تأتي بشكل منطقي في نهاية المطاف؟ لا، ضغوط حقيقية بصراحة، والبنك المركزي أصلاً هو مشارك في الانقلاب. معاه ومصر يقوم بتمويل الانقلاب. والبنك الدولي ويعتبر البنك المركزي نوعاً ما مستقل في النظام المالي العالمي. ويتبع مباشرة أو علاقة قوية بالآي إم إف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ما حصل تم دعم الميليشيات الانقلابية بشكل مباشر وغير مباشر لتمويل حربهم. وصدقني عندما يحدث اتفاق سياسي سوف يرتفع سعر الصرف إلى 500 ريال بالدولار الواحد. كل الدعم الآن الموجود للمحافظة على سعر الصرف حتى تتسلم الحكومه الشرعيه مقاليد الحكم ثم سوف يحدث الانهيار. المنظمات الدوليه دعمت قدمت دعم لوجستي كبير لوقف عمليه الانهيار لحين تتسلم الحكومه الشرعيه السلطه. وهي صراحه شريكه فيما حصل. دعنا يكون صراحه لم نعدنا تكفي المنظمات الدوليه. منذ احداث دماج الى اليوم ونحن نشاهد بيانات المنظمات الدوليه تصب في اتجاه واحد. ليس فقط في اليمن وانما في معظم دول الشرق الاوسط وكانها لها اجنده خاصه فيها. نعم. اذا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العوضي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيل الشكر. دكتور محمد، من البيان الذي تحدث عنه أو أعلن فيه البنك الدولي عن هذه المنحة يقول أنه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشروع الذي تم إقراره سيدعم المؤسسات المحلية ويوفر أكثر من 1 مليون يوم عمل يستفيد منه ما يزيد عن 60,000 أسرة يمنية، ويضيف أو يكمل سيتمكن نحو 380,000 يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والطرق. يعني إذا لم نتحدث عن يعني مدى كفاية هذه الأرقام، هل هذه أو الأرقام منطقية في يعني خضم أو وجود هذا الرقم الذي يعني تحدث عنه الدكتور عبد الكريم أنه قليل؟ وكذلك أنت يعني لربما تشارك الرأي. أنا كنت سأتحدث عن مدى تناقض البيان. لماذا أنا حاولت أن أخرج في الجانب السياسي؟ لأنه البيان أصلا متناقض
ويتكلم عن خدمة، سيوفر خدمة ثم فرص توظيفية لكم ألف، ثم يتحدث عن آبار ومياه وصحة وإلى آخره. يعني أنت ستقدم خدمة أم ستقدم فرص عمل؟ في المجمل هو البيان هو بيان استباقي. الصندوق البنك الدولي يريد أن يدخل من جديد في عملية بناء اليمن. هناك اتفاق سياسي، أنا أجزم أن هناك اتفاق سياسي، لأن هذه المؤسسات كما قال الدكتور هي تعمل بالنظرية بيروقراطية تحت إطار الأمم المتحدة، هي تعمل بها تحت أجندة دولية سياسية، ولذلك هناك اتفاق سياسي سيحدث. عندما تتكلم عن 50 مليون دولار بالشراكة مع مجموعة من القنوات تحت اليو ان دي بي لديها نسبة تشغيل حتى تصل المبلغ، ثم عندك صندوق الاجتماعي للتنمية، الشراكة مع الصندوق الاجتماعي عنده نسبة تشغيل أيضا الصندوق الاجتماعي للتنمية، ثم هناك برنامج الأشغال العامة، وكلنا نعرف صندوق الأشغال العامة وبرنامج الأشغال العامة لديه أيضا سيكون هناك نسبة تشغيل، بمعنى أنه سيصل إلى للمواطن 10 مليون فقط. هناك أكثر من قنوات التواصل، هناك أكثر من قنوات اتصال بسبب هذه البيروقراطية. نعم، بسبب هذه البيروقراطية، ولا يمكن يعمل البنك الدولي تحت هذا الإطار. هو البنك الدولي لم يعمل تحت إطار الانقلابيين، لأنه يعرف أنه هناك ما بعد، يعني ما حتى أنه المدة الزمنية 24 شهرا، بمعنى أنه الحكومة سيكون لها الدور المستقبلي لهذا المشروع، ولذلك لا يمكن أن يتعامل مع الانقلابيين، ولا يمكن أن يتعامل مع سلطة أمر واقع ذهب يبحث عن شركاء. هؤلاء الشركاء أيضا لديهم نسبة تشغيل من المبلغ، من إجمالي المبلغ، ولذلك الهدف ليس هذا المبلغ بسيط، بسيط جدا جدا، لا يمكن أن نقف حتى يعني أن نضع عليه حتى خط، لأن المبلغ بسيط جدا، لذلك يجب أن نتحدث ما وراء هذا البيان وما وراء هذا الإعلان. وهو ما هو فهمت منه أنه النظام اتفاق سياسي. نعم، الفكرة الاستراتيجية للبنك الدولي أنه عندهم هناك إعادة إعمار اليمن، المشاركة في إعادة الإعمار، وأنا أعتقد أنه غالبية المشاريع في اليمن في السنوات الأخيرة كانت عبر البنك الدولي. دعني أعطيك لمحة بسيطة عن البنك الدولي. البنك الدولي لديه قيمة 700 مليون تعهدات سابقة، لديه برنامج ب 400 مليون أيضا، ب 400 مليون دولار. نعم طبعا دولار. الآن يعمل البنك الدولي، كان سابقا قبل الأزمة يعمل تحت 3 مشاريع جديدة أعلنها البنك الدولي قيمتها 206 مليون دولار. هذه المشاريع تنطلق تحت التالي: مساندة صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومية، صندوق الرعاية الاجتماعية الحقيقية، كمساعدات مالية ل 400 ألف أسرة يمنية. يقدم مساعدات مالية ل 400 ألف أسرة يمنية بما قيمته 100 مليون دولار تحت بند الصندوق الرعاية الاجتماعية. ثم لديه مشروع آخر وهو بناء المدارس، ونحن نعرف طبعا ندرك أن البنك الدولي كان له مساهمة كبيرة في بناء المدارس، بغض النظر عن الفوائد، بغض النظر عن القروض اللي يقدمها الحكومة، لا بناء. ثم المشروع الثالث وهو التدريب المعلمين والمدرسين، هناك لدينا ما يقارب 68 ألف معلم لديهم برنامج تأهيلي، ونحن ندرك أيضا أنه هناك جزء كبير من قطاع التعليم في اليمن خريجي ثانوية عامة كان ويلتحق في معهد معلمين، أو بعضهم خريج ثانوية عامة ثم مباشرة انتقل إلى مجال التدريس، فكان هناك برنامج لتأهيل هؤلاء. البرنامج الأخير كان ربط مراكز الإنتاج بالمراكز الاستهلاك، وهنا كان ينطلق تحت عدة مشاريع: مشروع التعليم، ثم الرعاية الصحية، ثم مياه الصرف الصحي، ثم الزراعة والطرقات والتدريب المهني. كان ينطلق هذا المشروع الأخير اللي كان يشتغل عليه البنك الدولي بما كلفته 206 مليون دولار. هذا كان قبل الأحداث. أن يقف توقف العالم. البنك الدولي ثم عقد شراكة مع منظمة اليونيسف والصحة العالمية، وعادوا من جديد بعد انقطاع دام لسنوات مع هذه الأزمة، أكثر من سنة ترك الشعب اليمني يعاني، وذهبت هذه المؤسسات أدراج الإطار السياسي أو الاتجاه السياسي أو البيروقراطية السياسية مع الدول التي توجه التوجهات هذه الدول، ثم عادوا من جديد ونفذوا مشروع عملاق وكبير للشعب اليمني، بينما هناك 2.2 من اليمنيين يعانون العوز الغذائي، 16 مليون مواطن بحاجة إلى مواد غذائية، 16 مليون، تتحدث عن 360 ألف طفل يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة. فأتت هذه المنظمة اللي هي اليونيسف والصحة العالمية ونفذت مشروع عملاق، وهو
التطعيم الصحي او تطعيم شلال الاطفال اللي نفذت لمليون ونصف طفل. هذا الشعب الفترة الماضية؟ خلال الفترة الماضية الشعب يموت ويعاني العوز الغذائي والاطفال يعانون، مع انه طبعا اهداف هذه المنظمات وشغل هذه المنظمات يتركز على اربعة محاور رئيسية، اللي هو رعاية الطفل، ثم التعليم الاساسي، ثم حماية الطفل، وايضا المساواة بين للمرأة والاهتمام في المرأة، ثم فيروس الايدز و وما شابه. طيب دعنا دكتور نكمل هذه الأفكار حول البنك الدولي وكذلك المؤسسات المالية أو الدولية، المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لكن قبل ذلك نتوجه إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل حلقتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. دكتور محمد، كنا نتحدث عن البنك الدولي، عن المؤسسات المالية الدولية بالأصح. هناك الآن الأمم المتحدة، وهناك حديث عن هدنة اقتصادية تمت في اليمن، تحييد للبنك المركزي. هذه المعطيات كلها كيف أثرت على حياة اليمنيين خلال الفترة الماضية كلها؟ طبعا الهدنة هي حدثت منذ فترة قريبة، وكان اليمنيون يعيشون إجازة عيد. المؤسسات المالية الآن الكلام الدائرة الآن هو عبارة عن كلام إعلامي ليس إلا، حتى عملية التحييد اليوم لم تتم. رئيس الوزراء اتخذ قرار وكان قرارا خاطئا، نقولها بكل شفافية وكل صراحة. الذي تقصد أنه رئيس الوزراء اتخذ قرارا بإرادة المحافظات، المحافظات طبعا، وهذا كان خاطئ. لأنه من أي ناحية؟ لأنه الحكومة اليمنية ليس لديها أدنى استعداد أن تتحمل مسؤوليتها القانونية من صرف الرواتب للموظفين، من معالجة الجرحى، حتى لا تستطيع أن تصرف الرواتب للمدرسين والأفراد الجيش. هناك خلل حقيقي موجود في الإدارة المالية لدى الحكومة الشرعية ولدى في المناطق المحررة، ثم كان قرارا خاطئا. لم يستطع هناك، لا يوجد عملية توافق ما بين المحافظات وبين المؤسسات الرسمية في المحافظات المحررة. هناك عملية ارتباك كانت كاملة، كيف يستطيع أن يوقف الإيرادات وهو لم يقم بتدشين أو خطة بديلة بلان بي في محافظة عدن؟ فكلنا ندرك حجم الكارثة الموجودة للجرحى الذين تعفنت جراحاتهم، فلم تستطع الحكومة أن تقدم لهم حتى شيئا يذكر أو تلتفت التفات، حتى لم أشاهد حتى بيان من رئاسة الوزراء حول هذا الجانب. الأمر الآخر، الحكومة اليمنية أو الهدنة المالية لا تلزم الحكومة بشيء، لا تلزمها بشيء. الحكومة اليمنية اليوم ما زالت تعيش على المنح الخارجية المقدمة فقط لتسيير أعمال الحكومة، بينما رواتب الموظفين ورواتب الجند ورواتب الطلاب ورواتب كل القطاعات الحكومية ما زالت، وللأسف الشديد والحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس التشريع ما زالت يعني تنزل من صنعاء للأسف الشديد. هذا في الإطار السياسة المالية والتحييد في السياسة المالية. أما في الجانب الآخر، كما قلت لك، لدينا نريد أن نفرق ما بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وعمله، ثم المنظمات الدولية وعمله، ثم البنك الدولي وعمله. كل هذه المنظمات الدولية تعمل تحت إطار البنك الدولي. الصندوق الاجتماعي للتنمية كما قلت، وأنا هذه الشهادة يعني أقولها حقيقة، الصندوق الاجتماعي يعمل بطريقة مرتبة ومنظمة في اليمن، وما زال حتى هذه اللحظة يفعل بطريقة منظمة وإن كانت قفت منابع الإيرادات لديه. الصندوق الاجتماعي يشتغل في أكثر من اتجاه، وهو في لديه ثلاث برامج يشتغل عليها، هي البرامج التنمية المحلية والمجتمع، ومن ضمنها السدود والآبار، ومن ضمنها خزانات المياه، ومن ضمن الري، وثم التعليم والصحة وإلى آخره. ثم لديك تنمية المنشآت الصغيرة تنطلق تحت ثلاثة بنود رئيسية، اللي هي المنح، ثم القروض، ثم الدعم الفني. تشتغل هذه نظام عالمي في الصندوق الاجتماعي للتنمية، المنح المقدمة من الصندوق الاجتماعي، ثم عملية القروض المقدمة، ثم عملية الدعم الفني، وهي تدريب المدرسين. لا تنسى أنه لدينا ميزانية 66 مليون للدعم الفني للمدرسين والمعلمين في الجمهورية اليمنية. طيب دكتور، دعنا نشك في حوارنا الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الإله تقي. مساء الخير أستاذ عبد الإله. أهلا، مساء النور.
اهلا بكم استاذ عبد الاله. هناك يعني برامج انمائيه للامم المتحده، هناك ايضا قرارات من قبل او بيانات او اعلانات من البنك الدولي ب يعني منح ماليه لليمنيين مقدره ب 50 مليون دولار، تم الحديث عنها مؤخرا، وهناك حكومة يتحدث الكثيرين على أنها لا تملك زمام الأمور في هذا الملف الاقتصادي. الأوضاع الاقتصادية بشكل عام كيف تقراها في اليمن؟ يا سيدي، جاء دعم البنك الدولي الأخير ضمن استراتيجية رسمها البنك من أجل تمكين المجتمعات اليمنية المتأثرة في وجه آثار الحرب القائمة. هذا البنك الدولي كان قد وافق على وثيقة المشاركة لليمن، وهي استراتيجية قطرية لليمن تستمر عامان من الآن، وولد من رحم هذه الاستراتيجية مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات، وهذا المشروع منح 50 مليون دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية تم الموافقة عليه يوم أمس، بينما سيوافق على منح 15 مليون دولار لمشروع الأشغال العامة و5 ملايين دولار للبرنامج النائي للأمم المتحدة في غضون أيام أو أسابيع قليلة مقبلة. طبعا نحن الآن في وجه حرب، وبالتالي طبيعة الاحتياجات والمشكلة الحالية هي طبيعة إغاثية وليست تنموية، وهو الحال الذي كان ينتهجه الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة بالإضافة إلى البنك الدولي. لذلك هي خطوة كبيرة وجبارة في إطار ونوعية كذلك في إطار دعم التنمية من جديد. هي أول تكون أول دعم للحركة التنموية في اليمن بعد عام وأقل من نصف عام. طيب الآن هناك يعني هناك حاجة آنية للناس، يعني هل ذلك يمثل نوع من التناقض في هذه البيانات؟ ليس كذلك، الأمر هو جاء في محله تماما، لأنه تعرف أنه الآن هنا الأزمة الحالية استدامت قليلا وطال أمدها، ولم يعد كثير من الناس يحتاجون إلى الإغاثة العاجلة متمثلة في تقديم مياه الشرب والغذاء وكثير من هذه الأشياء، لكن هنالك مجتمعات كثيرة متضررة أصبحت بحاجة ماسة إلى تقديم فرص العمل، فرص التشغيل، استدامة أصولهم المنزلية والحقلية، العمل، يعني كثير من المشاكل أو المشاكل الكبيرة أصبحت تعتمد على وجود فرص تشغيل للفقراء، الذين تعرف أن 60% إلى 70% من اليمنيين فقدوا وظائفهم خلال العام الأول من هذه الحرب. طيب يعني لربما يختلف معك هنا ضيفي في الاستوديو دكتور محمد الفقيه في مدى جدوى هذه المساعدات وكذلك في فعاليتها خلال يعني وضع لا زال ركيك وهش، بل هو ينظر إلى هذه يعني المعونات كخطوات استباقية لما هو آت فقط، إذا إن صح فهمي لهذا الأمر. فيعني كيف يمكن يعني التركيز حول هذه البيانات، يعني خاصة أن الحرب موجودة لا زالت ولم تنتهي ولم يكن هناك إعلان لإنهاء هذه الحرب؟ نعم، وحتى دواعيها المباشرة قائمة ربما. نعم، ووجود الحرب ليس مانعا لإغاثة الناس ولا لتنمية مرافقهم الاقتصادية والاجتماعية والخدمية كذلك. نحن نفهم تماما نوعية الاحتياجات الذين يحتاجها المجتمع اليمني، هو في غاية الهشاشة، في غاية الضعف الاجتماعي والخدمي، وبالتالي أصبح في حاجة ماسة إلى من يقدم لهم ويوفر لهم الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات التي تعتمد على موارد عامة وليست موارد خاصة قريبة منهم. وهل يمثل مبلغ مثل 50 مليون دولار أستاذ عبد الإله، هل يمثل مبلغ مثل 50 مليون دولار يعني كفاية لحاجة هؤلاء الناس، أو من ناحية أخرى قيمة حقيقية في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الاقتصاد اليمني؟ هو ليس كذلك، إجمالي المبلغ الذي سيقدم هو 70 مليون دولار، و50 مليون دولار هذا الذي تم الموافقة عليه يوم أمس من قبل البنك الدولي للصندوق الاجتماعي للتنمية فقط. 70 مليون دولار لن تكون كافية بالتأكيد،
في امام المواجهه الازمات الاجتماعيه الكثيره والانسانيه الكثيره التي يواجهها المجتمع اليمني الذي يعاني 82% منهم من فقدان او الاحتياج الى الخدمات الانسانيه، وهم تقريبا طيب كم ستتاثر هذه المبالغ بنفقات التشغيل التي يعني يقال انها تضاعفت وانها تمر بثلاثه مستويات، وكذلك يعني بنقطة أخرى أو بسؤال آخر، كم هي نسبة تلبية هذه الاحتياجات للاحتياج العام في البلد؟ نعم، للأسف هناك خطة اسمها الخطة الإنسانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لمن تقوم بها حوالي 110 منظمات أجنبية ومحلية في اليمن. هذه موازنة هذه الخطة كاملة حوالي $1.6 مليار يعني 1.6 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك صندوق الإجتماعي للتنمية والمشروع الإشغال العام لديهما خططهما المنفصلة عن هذه الخطة وهي كبيرة، لكن يحتاج الصندوق الإجتماعي إلى التمويل كتحدي أول، بينما انعدام الأمن هو التحدي الأول للمنظمات الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن. طيب هل هذه المؤسسات هي من قصدها البيان بأنها شركاء البنك في العمل بداخل اليمن؟ نعم، هم شركاء المحليين. لو تلاحظ البيان الصحفي الصادر عن البنك الدولي يتحدث أن هنالك هدفين لهذه المساعدات، أولهما أنه مساعدة الشركاء المحليين الوطنيين اللي هم المشروع والصندوق في الإبقاء على موظفي وخبرات الصندوق والمشروع وعدم فقدانهم بعد أن اكتسبوا خبرات نوعية نادرة يفتقدها موظفو المنظمات الأجنبية العاملة. نعم، ثانيا سيرفض الصندوق مشاريع طوارئ مستدامة وشبه مستدامة. لكن أستاذ عبد الإله، يعني من كثرة البيانات التي جاءت بداخل هذا أو المعلومات التي جاءت بداخل هذا البيان، يعني لا أعلم ما الذي ستتوزع عليه $50 مليون بالضبط. هل هي أيام عمل سيستفيد منها ما يزيد عن 60,000 أسرة، أم أنها أكثر من يعني سيستفيد منها الثلث الأفقر من اليمنيين؟ هل سيستفيد أيضا منها المجتمعات المحلية والنازحين؟ يعني هناك الكثير من الحديث ومبالغ مالية تكاد لا يعني لا تسوي شيء في نهاية المطاف على مستوى الدولة. صحيح، المنحة الحالية 70 مليون دولار لن تكفي ولن تغطي احتياجات كافة اليمنيين، لكنه مشروع من إجمالي المشاريع الأخرى العادية، لكنه المشروع التنموي الأول والأكبر إلى حد الآن منذ عام ونصف. هل يمكن الحديث عن مشاريع تنموية أستاذ عبد الإله في ظل حرب؟ نعم، هو مشروع تنموي لكن له آثار استجابية للاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها الناس. هي مشروع ذو حدين نستطيع أن نقول. هو يقدم أكثر من 1 مليون فرصة عمل يستفيد منه 60,000 أسرة متضررة ضمنهم 350,000 فرد. هذا هو الاستهداف المستفيدون المباشرون، لكن هنالك المستفيدون النهائيون الذي هم مجمل المجتمعات والقرى الذين تستهدفهم هذه المشاريع ويعدون بمئات الآلاف، حيث أن هذه المشاريع يعني من يحصل على فرص العمل لتنفيذ مرافق مستدامة للخدمات العامة مثل توفير مياه الشرب وتعبيد ورص الطرق الريفية نحو الأسواق والمرافق الصحية والحفاظ على التربة الزراعية وتأهيل الدرجة الزراعية. في النهاية ستكون كافة المجتمعات والقرى التي ستتم في هذه المرافق والأنشدة مستفيدة من هذه المرافق، وهذه النوعية من المشاريع يكاد ينفرد بها الصندوق الاجتماعي ثم الأشغال العامة في اليمن منذ عام 2008، ولا آثار إيجابية متعددة ومجربة في تاريخ هذه المنظمتين الوطنيتين. الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الإله تقي كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. هل من نقاط معينة أستاذ دكتور منصور دكتور محمد حول هذا أو حديث الأستاذ عبد الإله، وكذلك يعني حول فكرة التوجه السياسي إن صح التعبير للتحرك نحو إعادة إعمار أو ما شابه؟
بالبداية دعني أنا أشكر الأستاذ عبد الإله على هذه النقاط التي طرحناها، ولكن كما قلت لك في السابق هناك عملية تناقض كبيرة داخل البيان الموجود حول هذا المبلغ. دعني بالبداية أنا أريد أن أوضح للإخوة جميعا، ربما أنا أختلف مع عبد الإله في النقاط، بعض النقاط التي ذكرها، حول أنه المبلغ هذا هو ليس مبلغ إغاثي وليس من شغل البنك الدولي شغل إغاثي. هناك منظمات اليونسكو، اليونسيف، الصحة العالمية، الغذاء العالمي، الأكسفام، هذه هي متخصصة في هذا الجانب في النازحين. لدينا ما يقارب 2.5 مليون نازح يمني. هل أحد عرف أنه لدينا 2.5 مليون نازح يمني موجودين في اليمن؟ لم تلتفت هذه المنظمات، لم تلتفت هذه المنظمات لهؤلاء النازحين 2.5 مليون. ونحن اليوم نخلط ما بين هذه المنحة ونخلط ما بين عملية العملية الإغاثية. هذه المنحة التي قدمت هي لاستعادة المشاريع المتعثرة. هناك مشاريع متعثرة في اليمن سيتم عبر صندوق البنك، الصندوق الاجتماعي للتنمية، سيتم عبره إعادة أو مساهمة أو استكمال المشاريع المتعثرة فقط في اليمن. وهو كما قلت لك هي عملية استباقية للحل السياسي الموجود في اليمن، واستباقية لإعادة إعمار اليمن، لأنه ستدخل هناك شركات عالمية كبرى. الصندوق البنك الدولي أيضا يجب أن يكون مساهم ويشعر أنه له، يجب أن يكون له نصيب الأسد من عملية إعمار اليمن، فليقدم هذه المعونة. وهو لا يمكن هناك معونة، هي عبارة عن منحة مقدمة شفهيا، لا يمكن أن تقدم إلا بضمانات أيضا دولية. العمل الإنساني مختلف تماما على المنحة المقدمة من البنك الدولي. عمل الإنساني ل 2 مليون نازح يمني، ل 63% من إجمالي الشعب اليمني أو 67% من عدد السكان اليمنيين يعانون من تحت خط الفقر، يعيشون تحت خط الفقر. تتكلم على فرص عمل في ظل دولة محتلة من قبل ميليشيات، عن أي فرص عمل يمكن؟ هناك رؤوس الأموال هاجرت من البلد، عن أي فرص عمل يمكن أن تتحدث عنها؟ هناك مشاريع متعثرة فعلا سيقومون بعملية إعادة بنائها أو استكمالها، ولكن ليس الآن. طيب إذا يعني وجد حلا سياسيا سيكون هناك دعم، أو سيفي البنك الدولي بتعهداته. إذا لم يوجد حل سياسي وما زال الوضع قائم حرب في اليمن، لا يمكن للبنك الدولي أن ينفي بتعهداته. طيب الموجودة اليوم، يعني في وسط عجز الحكومة الذي تحدثت عنه، أو والخطوات أيضا المتعثرة إنجاز لنا التعبير التي يعني تنتهجها في اليمن أو خلال هذه الفترة بشكل عام، هل هناك دراسات حول مدى الاحتياج الفعلي لليمن سواء للمجال الإغاثي ومن ثم مجال يعني بعد أن تقف الحرب مجال إعادة الإعمار، سواء يعني ومن يقوم فيها هذه الدراسات؟ طبعا للأسف الشديد، قبل أن نجيب على سؤالك أنا أريد أيضا أسأل سؤال آخر. ربما الجميع لا يدرك من هو وزير الصحة اليوم في اليمن، ولا يدرك اليوم هناك لدينا وزير مكلف بالإغاثة في اليمن، في الإغاثة في اليمن، وزير أيضا مكلف في وزارة الصحة. وزارة الصحة يجب عليها أن تنظر إلى حال المستشفيات المتوقفة اليوم. محافظة تعز فيها مستشفيين فقط، ويعانون من نضوب في جانب المعدات الطبية. هناك تقصير واضح، لكن هل هناك من يقوم بدراسات؟ لا يوجد الحكومة للأسف الشديد، لا يوجد لديها ملفات متعلقة في الجانب الإغاثي، ولا يوجد لديها ملفات متعلقة في الجانب الصحي، ولا يوجد حتى لديها ملفات متعلقة في الجانب المعتقلين. على سبيل المثال حتى أكون واضحا، أنا لا أقول الحكومة هنا، وإنما الحكومة مقصرة تقصير كبير جدا، لا يوجد كفاءات في الحكومة للأسف الشديد. عندما كانت المشاورة الأولى في الكويت، طلب من الحكومة اليمنية ملف خاص في المعتقلين. الحكومة اليمنية لا تمتلك ملف خاص بالمعتقلين. لدينا عجز حقيقي، ومع هذا نستمر في دعم هذه الحكومة من أجل ضد هذا الانقلاب، لأجل أن يسقط هذا الانقلاب الغاشم. إذن أشكرك دكتور محمد الفقيه، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، وأشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.